السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان. ووصفه السمك المقرمش، بص بقى حاجه كده ببلاش الا ربع. هنجيب سمك الباسع، سمك الفروزنج او سمك قشر بياض، اي سمك عندك هنجيبه وهنتبله وهقول لك يطلع مقرمش ازاي باسهل الطرق، حاجه كده من الاخر. سمك مقرمش ان شاء الله ينول اعجابكم. تعالوا يلا نبدا ان شاء الله، وانزل لكم المقادير بالوصفه عشان اطلع لك نفس اللون اللي حضرتك شايفاه ده. يلا بينا نبدا. اول حاجه عندي السمك بقطعه في ليه زي ما حضرتك كده شايفه، صوابع زي الزنجر كده بالظبط قدام حضرتك. بعد كده ببدا ان انا احط عندي الملح، عندي كمون، بعد كده عندي شويه كزبره ناشفه، عندي شويه كاري، شويه شطه وشويه ملح، تمام. بعد كده عندي معلقه من المستردة، بعد كده عندي حوالي 5 فص ثوم مفرومين، وعندي ليمون، وعندي بودره صفراء لون اصفر، عندي بقى دقيق، كوبايتين دقيق، وعندي ميه بتلج. بس يا باشا مقادير بمنتهى السهوله، ميه بتلج اهم حاجه يكون فيها ايه؟ فيها تلج. تمام؟ يلا بينا نبدا. اول حاجه بجيب عندي البول احط فيها الخمس فصوص ثوم، اجيب عندي الليمون واضغط عليها كده عشان اطلع البذريه اللي موجوده فيها، البذر اللي موجود فيه، وابدا ان انا اعصرها كده على ظهر المعلقه، اجيب عندي معلقه مستارده ونبدا نحطها، وبعد كده ابدا ان انا اجيب عندي شويه ملح، شويه كمون، شويه كزبره، شويه كاري، وشوية شطة اختياري. يا عيني البهارات دي بقيت اروح فين؟ زي ما هي كده بربطة المعلم، هوب نحطها عندي على الدقيق وقلب يا سعادة الباشا. الدقيق ده كويس جدا اللي انا بهرته. ارجع تاني للبولة اللي انا تبلت فيها كل حاجة، وابدأ ان انا احط السمك عندي واسيبه يعني اقلبه تقليبة كويسة جدا، اتأكد ان كل السمك خد التتبيلة اللي موجودة في البولة، واسيبه لمدة ساعتين اتنين يتخمر في التلاجة قدام حضرتك. بعد ما خمرنا الحاجه بقوم حاطط عندي تلات بولات، كل واحده فيها الدقيق والميه بتلج، وبعد كده بقوم حاطط عندي الدقيق المبهر. بجيب عندي اول حاجه السمك احطه عندي في الدقيق اللي انا مبهره قدام حضرتك كده، واتاكد ان هو خد الطبطينه بتاعته تمام، اقوم حاطط عندي في الميه بتلج، وهوب بسرعه اقوم شايلها واقوم حاطط تاني في الدقيق، وابدا ان انا اقلب واضغط بايدي جامد عليه، فاهمه ازاي؟ اهو زي ما حضرتك كده شايف، واقوم واخد التلاته دول كده وهزهم كده اهي زي ما حضرتك كده شايفه. خلص كده؟ لا، تعالوا نديله الكفر تاني، اقوم واخده في مويه تلج واقوم نزله تاني الدقيق، نفس معامله الفراخ المقرمشه بالظبط، واضغط عليه. بصي الضغطه دي بالايد، تمام، امسك كويس جدا الحاجه، والميه التلج ديت مش هتخليه يفك من الكفر خالص. بص الجمال بقى، بص الجمدان، بالله عليك يكلفني ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه، والطعم فوق الخيال. تعالوا نروح فين بقى؟ عندي على الزيت السخن اللي عندي على النار، الزيت يكون كتير يا جماعه ما يبقاش قليل. ابدا انزل الحاجه قدام حضرتك كده، بص كده، يا سلام على الالوان الجميله اللي انا حاطط. على فكره في الدقيق يا جماعه لون اصفر، حاطط لون اصفر بسيط جدا عشان يخلي الدقيق كده، لون اصفر هو اللي مخلي الدقيق لونه كده. باجي على سفره وطبليه بقى في فود هاب، نقوم مكسرين البصلايه ونبدا اللي احنا نقدمه مع العيش ومع الطحينه. مستنيكم ان شاء الله تيجوا تزورونا هنا في المكان في فود هاب في 6 اكتوبر، وتاكلوا احلى سمك مقرمش هنا في سفره وطبليه. اشوفكم على خير ان شاء الله يا رب. الوصفه تكون نالت اعجابكم، هسيب لكم لينك المكان تحت.